بشرفني اني اكون مدرب لحراس نادي الفيصلي، نادي كبير غني عن التعريف. ان شاء الله يعني نظرتنا لحراس المرمى ان شاء الله تكون نظره يعني فيها خير، فيها تفاؤل. حراس المرمى موجودين في الاردن الحمد لله على مستوى عالي، وبالاخص يعني زي ما بتعرف القطبين عندهم حراس مميزين. عندي هون العمواسي وعبود من الناشئين، وكمان نور بن عطية، واكيد المحترف مهدي. ان شاء الله يعني الفتره الجايه راح يكون ان شاء الله في مستوى، ان شاء الله يكون يعني بارتفاع، وبتمنى لهم التوفيق. وان شاء الله يعني مع التمارين بتمنى لهم ان شاء الله انه مستواهم يكون اعلى بالفتره الجايه، لانه في عندنا اكثر من مباراه مهمه. وزي ما بتعرف حارس المرمى بالنسبه لي انا فريق كله، وان شاء الله ربنا بوفقهم بكونوا يعني رقم صعب في الدوري وفي البطوله باذن الله. بعتز بجمهور الوحدات وجمهور الفيصلي لانه وقفوا كثير مع عامر شفيع، وكان لهم وقفات كثير مع المنتخب الوطني معي، واكيد يعني في موقف اكيد ما بنساه لجمهور الفيصلي ليوم ما هتف لي وكنت مصاب انا. واكيد طبعا جمهور الوحدات غني عن التعريف، جمهور مثقف وجمهور رائع، واكيد بكن لهم كل الاحترام. والان يعني عندي مهمه مع نادي الفيصلي، واكيد راح اكون يعني دائما معاون لهم، ودائما ان شاء الله يعني نتمنى التوفيق لنا بكل المباريات. واكيد جمهورنا جمهور الفيصلي راح يكون يعني متعاون مع الفريق، وراح يكون رقم صعب بالنسبه للاعبيتنا، لانه صراحه الان محتاجين وقفه جمهور الفيصلي للشباب، وان شاء الله نرفع نفسيه اللاعبين ونكون المستوى القادم افضل باذن الله.